أقيمت في الصالة الرياضية الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض فعالية أبطال الحد الجنوبي. شهدت الفعالية إقامة مباراة استعراضية في الكرة، شارك فيها مجموعة من نجوم الرياضة والصحافة والإعلام والفن والشعر، إضافة إلى عرض أوبريت وطني معد خصيصا لهذه الفعالية اللي تم فيها تكريم ذوي الشهداء الرياضيين من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أيمن الزهراني حضر الفعالية وجاب لنا هذا التقرير. سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. فعالية أبطال الحد الجنوبي برعاية الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، شعارها نحن معكم ونفخر بكم، بحضور أبناء الشهداء ونجوم الكرة السعودية ونجوم الفن وكذلك نجوم الإعلام السعودي. تخلل هذه الفعالية تكريم أبناء الشهداء الرياضيين وكذلك أوبريت عسكري ومباراة استعراضية شارك بها الفنانون والإعلاميون. كورة مع كابتن أسعد وممثل اسم جراح. الله الله يا زلمة جميل، تواجد معنا كابتن الله. أيمن الزهراني، الإخبارية، الرياض. طيب، الحديث عن هالفعالية ينضم هنا في الاستوديو صاحب مبادرة مباراة وأيضا تكريم أبطال الحد الجنوبي وأيضا الشهداء زميلنا الإعلامي صالح الصالح. أهلا يا صالح. حياك الله عبد الله، من زمان عنك. الله لازم نقولها لأنه أنت شايف نفسك الفترة الماضية. الله يسعدك. لا والله الانشغال هو اللي حرمني من ظهور التلفزيون، بالعكس أرحب فيكم وسعيد جدا بالتواجد معك. الفكرة كيف بدت معك وكيف تبلورت وصارت بهالشكل اللي يعني جتكم فيها الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكأنها أعطتها الصبغة الرسمية حتى؟ طبعا للأمانة يمكن الفترة الماضية لاحظنا وجود نوع من الاتهام تجاه الوسط الرياضي، أنه وسط جاحد، أنه وسط منشغل بصراعات بين الأندية ويتجاهل أهم قضية في الفترة الحالية هي قضية الحد الجنوبي. فأنا مع مجموعة من الزملاء لقيت أنه جيد أنه نحاول نقدم مبادرة أيا كان شكلها أو أيا كان لونها، واستقرينا على قضية تكريم أبناء الشهداء. لكن ما حبينا نوسع الموضوع لصعوبة صراحة يعني السيطرة عليه، فقلنا أبناء الشهداء الرياضيين تحديدا. بحكم يمكن اهتمامات الرياضية ولا بالعكس. بس أنتم شايفين أنه كنتم مقصرين الفترة الماضية، كان في تقصير كبير جدا من الرياضيين في هالموضوع. بل أنا أعتقد في مبادرات كانت موجودة من كبار النجوم في الكرة السعودية، الكابتن ماجد، نجوم النصر بشكل جماعي، نجوم الهلال بشكل جماعي. أعتقد حتى كثير من نجوم الفن كانوا موجودين، يعني أتكلم بلسان زملائي. قبل هالفعالية يعني مثل الأستاذ فايز المالكي كان حاضر جدا بشكل شخصي، الكابتن ماجد بشكل شخصي، نجوم الهلال، نجوم النصر. أعتقد هالمبادرات ممتازة جدا وتوصل رسالة جيدة أنه نحن معكم ونفخر بكم، وأعتقد يمكن هذا كان الشعار المهم في إيصال مثل هالمبادرة، إحنا معاكم. وهذه مبادرة بسيطة لا تفي حقكم من التضحية. والحمد لله طبعا كم تم التواصل مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب مع الأمير عبدالله بن مساعد، وللأمانة كانت الموافقة سريعة جدا على رعايتها وتم دعمها بشكل سريع ومباشر. وأنا للأمانة أشكر الأمير عبدالله بن مساعد على دعمه لها،
احنا وجهنا الدعوه بشكل شخصي كمجموعه طبعا ممثله في مؤسسه جرين جول اللي هي راعه الفعاليه اضافه للسبورت ايفنت للتنظيم، وجهنا الدعوه لجميع النجوم اللي حضروا. الكل بصراحه حضر حضور ما كان يعني ما كان متوقع حتى لكم، وبعضهم اللي حضروا من برا السعوديه حتى، ومن بعضهم من برا الرياض. اعتقد الاسماء الموجوده في الفن في الرياضه في الاعلام في الشعر يعني كان كنت صراحه سميناها لمه وطن يعني هالجمال والاجتماع مع ابناء الشهداء كانت مره جميله، كانت جميله جدا. والامير عبد الله بن مساعد حتى كان جدا يعني في المناسبه متفاعل بشكل كبير جدا. انا معي واحد من اللي كانوا معكم في المناسبه، رجل اعمال مثيب الزيادي. اهلا اخوي مثيب. اهلا وسهلا، حياك الله. انا اللي عرفته انك انت قلت مدرستي مفتوحه لابناء الشهداء انهم يجون يسجلون فيها ببلاش، صحيح؟ ليس مدرستي فقط، انما عموم المدارس الأهلية في جميع المراحل وبالذات شرق الرياض، بنين وبنات على حسابي الخاص أبناء الشهداء بدون شروط؟ بدون شروط وبدون أي مرحلة، جميع المراحل. طيب بنين وبنات من بداية قضية الحد الجنوبي. وأنا متكفل بهذا الشيء، وهذا أقل شيء نقدمه لحماية الوطن، درع الوطن، الأبطال. جزاك الله خير أخوي مثيب الزيادي على هالمبادرة، ويعطيكم العافية. وجد يعني أتمنى كل رجال الأعمال يحذون حذو هذه المبادرة. كيف شفت زي هالمبادرة؟ في كان في مبادرات مرة كويسة في 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 المناسبة. والله مبادرة جميلة، يعني كانت البداية هي مؤسسة جرين جول اللي كانت صاحبة الفكرة وتنظيمها سبورت ايفنت. المبادرة الجميلة من مدارس الزيادي في اعتقد كانت إضافة ممتازة جدا. أنا للأمانة شاكر لكل من ساهم، لكل من نظم، لكل من حضر. احنا كنا حريصين على تواجد الجميع. شكرا لمن لبى وشكرا حتى لمن اعتذر. هذه مجرد رساله بسيطه لا تفي التضحيات اللي تمت الفتره الماضيه. صحيح. يعني انا اعتقد ان مبادراتنا اقل من تضحيات. ناويين يا صالح الفتره الجايه انه يكون عندكم زي هالمناسبات وتكون بفكره ايضا اكبر وبتنظيم ايضا اكبر؟ ناويين ولا؟ لا بالعكس، وقفتوا؟ لا 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 لا، هذه مجرد بدايه. أيوة. احنا نمد ايدينا لكل من يرغب للمساهمة في مثل الفعاليات. ممكن تكون على مستوى وطني، لأن في الأخير يمكن بمجهودات بسيطة جدا. أنا هذا اللي أشوفه، أنه تكلمون زملائكم، تكلمون الشباب، وفي الأخير جو كلهم كانوا متحمسين. الفكرة هذه في الرياض، هل ممكن تروح جدة، تروح الشرقية، تروح الجنوب الشمال؟ والله نتمنى وبنسعى لذلك، وأعتقد أن هذه مجرد البداية اللي إن شاء الله انطلقت من عاصمة القرار العربي والإسلامي، وإن شاء الله أنها تمتد لبقية المناطق. يزعلون منكم أهل جدة والشرقية لو ما رحتوا والمناطق الأخرى، فلازم الفعالية هذه أنها تكون تدور على المملكة، لأنه جد شكلها مرة كان جميل. وأيضا اللي في الرياض، اللي في شباب جو من الإمارات، وشباب جو من قطر، أيضا ذوي الشهداء اللي جو من الإمارات أيضا. طبعا هم تم تكريم سبع عائلات سعودية بالنسبة للشهداء الرياضيين في الفترة الماضية، إضافة إلى أسرة شهيد من الإمارات كان لاعب سابق في نادي الشباب الإماراتي. احنا حرصنا إنه يكون هذه عينة ممثلة لزملائهم الشهداء رحمه الله تعالى. فأعتقد أنه في البداية أنه هذه فكرة بسيطة خرجت بهذا الشكل بتنظيم من مجموعة شباب حبوا المصور رسالة بسيطة. الشكر للأمير عبد الله بن مساعد الرئاسة العامة للشباب، أعتقد أنها جالسة تساهم بشكل أو بآخر في دعم مثل المبادرات. الشباب اللي كانوا موجودين جميعا من الفن، من الإعلام، من الرياضة، كلهم وصلوا رسالة، وبحول الله أنها تكون مجرد بداية لما هو أكبر. طيب صالح، هل اخذتوا كذا بعض التطمينات من الامير عبد الله بن مساعد انه احنا داعمين لهذه الخطوه اللي قاعدين يسوونها الشباب الصحفيين؟ الامير عبد الله مجرد ما اصلا عرضت عليه الفكره وافق مباشره. وقال لا تتاخر الفعاليه، قيموها باسرع وقت. وقال مدعوما بالنسبه لتوفير المكان، وتم توفير الصالات الخضراء. وانا حسب علمي ان الفتره الجايه وتصريح الامير بعد اللقاء مباشره انه ممكن نهائي ولي العهد يكون فيه نوع من لمسه وفاء من الرئاسه تجاه شهداء الحد الجنوبي. تنظمونها انتم ولا الرئاسه؟ بس انه الفكره انه تتطور الفتره الجايه هذه في بالك؟ بحول الله. بس احنا دائما بس نحتاج من ان مدينا يدينا، نحتاج لتكاتف الجميع لمثل نشر مثل هالمبادره او تكرارها في مناطق اكثر. احنا ما هو بكيفنا نجيب زي هالمناسبه غصبا علينا، يعني يعني زي هالمناسبات نعتقد انه واجب علينا وغصب انه لابد ان نجي نكون حاضرين فيها. ما بالك انه بعد الزملاء، فهذا ايضا يعني شيء ثاني، وبعدين الناس اصدقاء ايضا هذا شيء بعد اهم. لكن صالح انا جدا كنت فخور بالمناسبه، حضرت
تقديرا للزملاء اللي كانوا موجودين، وايضا انتم ايضا كان تنظيمكم جدا رائع، رغم انه تقولون انه تنظيم شبابي بسيط، ولكن صدق كان في احترافيه كبيره جدا، لكن كنتوا بخيلين في الجمهور، ما كنتوا حريصين كثير على الجمهور، ما ادري ليه. لا يمكن ترى لا تنسى وجود كان في مباراه ثانيه في استعراضيه في استاد الملك فهد الجنادريه، لكن في الاخير ما شاء الله انتم اعلاميا غطيتوها بشكل جيد حتى بقيه الزملاء، واعتقد انه نقلها على الهواء مباشره برضو في قناه زميله قناه 24 كل هالامور يمكن ساهمت في يعني في ضعف الحضور الجماهيري، لكن انا متفائل جدا انه الفتره الجايه في حال ان شاء الله وجودها في مناطق ثانيه انها يعني بتكون اكثر كثافه. يعني بتكون يعني بس الرئاسه بتعطيكم الاماكن، هذه الفكره انه تعطيكم فرضا. أنا اجزم ومتاكد ان الرئاسه لن تبخل علينا اما دعما اما رعايه او بتوفير يعني سواء دعم لوجستي اي دعم لوجستي كان، لان لها قناعه تامه يعني بقوه الفكره باهميتها بحسن توقيتها والاهم حسن نوايانا في تقديم رساله جيده انه نحن معكم ونفخر بكم يا جنود الحد الجنوبي. صالح شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. الشكر لك عبد الله.